طبعا احنا طلاب طلعنا على مود لسان اخواننا المظاهرين، لا نريد حقي، نريد حق هاي الناس اللي راحت شهداء، ويقولهم سلع قلع، كل الحكومه مارتها لا عمايم ولا شيء. هذا الدين بعد ما يفيدنا، دينكم واحد لكم دينكم ولينا دين. انتم بكتونا باسم الدين، بعد ما نريدكم لا عمامة ولا شيء، بعد ما نخدع مرتي الثانية. نعم نعم ويجي ابو عمامة ويلبس وانا ساعدكم ما اعرف شنو. قلع كلهم حرامية، شلع قلع كلهم حرامية. والله احنا طلاب سادس اجينا نناصر اخوتنا على الجسر، واحنا نطالب سقوط الحكومه ونطالب الحفاظ على دماء العراقيين. شلع قلع كل هالحكومه ما نريدها، لان كلهم فاسدين، كلهم ناس حراميه. مطالبنا انه نريد وطن يحفظ كرامتنا ويحفظ حقوقنا، هو هذا المطلب الوحيد. ومن يحفظ كرامتنا كل شيء ان شاء الله يصير زين. طيب شعار الطلاب ماكو وطن ماكو دوام، واحنا كنا مرابطين ان شاء الله طلاب دوامنا هنا على الجمهوري وبساحه التحرير اسنادا لاخوتنا المتظاهرين. ونقدم تحيه للشباب الواقفين على الجسر وشكرا. صارت عندنا ثورة طلاب، احنا حتى نساعد اخواتنا المظاهرين هنا في ساحة التحرير. الشهيد اليوم قاعد يجون هنا، احنا اذا ما نجي طلاب راح يقوموا يضربوهم، فاحنا احتجاجا وياهم حتى نرجع الوطن نطلع نساعد اخواننا. واحنا ما نريد لا تعيينات لا عندنا اي شيء، بس احنا عندنا الطلاب، احنا عندنا مطلبين، الاحزاب كلها تطلع ويغيرون الحكومة. وهو قرارات جت وهو قرارات صارت مزيفة عندنا. احترام للطلاب، احنا بعد الامتحانات احنا طلاب سادس، احنا هسه احنا وزاري عايفين دراستنا، عايفين واجباتنا حتى نجي هنا حتى يتغير كل شيء. احنا طلعنا اليوم كطلاب بمحاولة بسيطة بشكل بسيط انه ندعم اخوتنا المتواجدين بساحات التحرير، نحاول نقدم لهم اقل شيء نقدر عليه. احنا مطالبنا اولا هو المطلب الاساس والرئيس هو الغاء الاحزاب وتغيير هاي الحكومة اللي شبعنا من وعودها صارنا 16 سنة. والمطالب الثانية اللي هي ثانوية، فاحنا نحن نطالب بسقاط هاي الحكومة. جينا للتحرير حتى نكمل دورنا، رحنا ويا اخوتنا اللي هم يم ساحة الخلانة، رحنا وياهم وقفنا يمهم. اللي صار ظلوا ساكتين ويحكون ويا يعني الشغب يحكي ويا المتظاهرين كل شيء اوكي. شمرة وست قنابل مسيلة للدموع، تليفوناتنا ضاعت، اختنقنا، رحنا حتى اذا نقابة المعلمين لغة الاعتصام مالتهم او الاضراب احنا باقين من دوام، لان اسبوعين هم مسوين اضراب، الاسبوع الثالث لغوها، اليوم رجعوا هم اضراب، يعني عبالك يضحكون علينا، احنا ما لنا علاقه بهم، احنا طالعين مسوين اضراب وخلص من دوام، لحد ما نحس ان مطالبنا كلها تحققت يلا نداوم، وما عندنا فتشين خسره. احنا اول شيء طلاب احنا كنا من بس ماي جينا وطلعنا هنا، لان بالبدا كنا تظاهرنا بس ماي وسوينا اعتصام طلابي، تعرضنا تهديدات وجو اخذوا اسمائنا وصورنا من المدرسه
وتعرضنا للتهديدات وجت التهديدات للبيت وفاتوا على حسابات نهددونا، فقررنا نطلع بهنا واخوتنا المتظاهرين بساحه التحرير. والحمد لله رحنا وياهم ضربنا وسيل دموع واذوني، وبالبدايه شياهم يجابوا الشغب يحكي ويا المتظاهر كانه ماكشي حسه ماكشي، وراها فجاه بس تشوف مسيل دموع خمسه سته يضربون عليك ما تدري ايش صار فجاه. لا انت بدي الحكومه اكيد ناس وطنية، ناس وطنية. احنا اليوم كطلاب خرجنا اسنادا للمتظاهرين، لا نريد حكومة ولا اسقاط النظام، ولا نريد احزاب ولا نريد مندسين، نريد وطن. احنا كطلاب كلية قانون جامعة بغداد اليوم متضامنين مع المتظاهرين في ساحة التحرير، تلبية مطالب الشعب العراقي. نريد يعني النظام يتحول من جمهوري إلى رئاسي، الأحزاب كلها يعني تنهي هاي البرلمان، يعني نريد صورة حل لهذا الشعب خطية يعني التعب هاي، لازم شوي نتطور أكثر. مؤسسات يعني ما معتدين عليها، إحنا هاي جايين، إحنا جايين بعلم وبكل سلمية وبكل بساطة. وهذا شوف يعني والله بداية أول شيء هاي الأعداد الهائلة بالتحرير، وإحنا طلعنا مساندة إخواننا المتظاهرين واللي استشهدوا أيضا دمهم ما راح يكون هجر. إحنا مطلبنا تغيير النظام إلى رئاسي، بعد ما نريد لا مؤسسات ولا أحزاب، نريد فقط حكم رئاسي رئيس واحد، نكون مؤسسات صغيرة، ما نريد هاي الأحزاب الكبيرة ماكل حقنا. إحنا طلعنا كطلاب كليات كلية القانون جامعة بغداد، طلعنا متضامنين ويا الشعب العراقي بكافة أطيافه، متضامنين بساحة التحرير. ما نريد دوام بعد، لازم نقضي على المحاصصة الطائفية، نريد وطن. إحنا ما إحنا حرام نداوم ودم الشهداء بعده بالقاع، ما يصير هذا، لا يجوز. إحنا طبعاً ويا الناس ويا الشعب العراقي بكافة أطيافه رافضين الدوام. إحنا نريد حل، يعني بعد 16 سنة من المحاصصة الطائفية والأحزاب خلاص إحنا بعد ما نسكت. ها إحنا طلعنا وكافة أطراف الشعب العراقي طلعنا نريد وطن، نطالب بحقوقنا، نريد كرامة الإنسان، نريد نعيش معززين مكرمين، نريد العراق. إحنا صراحة رفضنا الأحزاب، رفضنا الكتل السياسية، نطالب بنظام عادل، نظام ديمقراطي يضمن حقوقنا تحت المكون العراقي، لا للطائفية، لا للأحزاب، لا للمحسوبية، لا للرشاوي. نريد وطن يضمن الكرامة للجميع، ولذلك احنا متضامنين ويا الشهداء، متضامنين ويا الشعب العراقي بساحة التحرير، وتخليدا لذكرى الشهداء. واحنا ما راح نداوم لحد ما يصير ان حقوق وتصير ان حلول، لازم 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 هنا تكون اكو حلول. طلعنا غير على مود الشهداء، انا طلعت لان عندي قرايبي شهيد، طلعوا طلاب ويانا واحد جرى الثاني، احنا عندنا غيره. انا نادي الهم اخذ حقي مثل حالي حال اي واحد، هذا الدافع احنا طلعنا عليه. احنا نريد وطن، ما رايدين اي شيء. انا طالب سادس، هم افكر بمستقبلي. اليوم خرجنا لاسقاط الحكومه، كان اسقاط النظام الرئاسي وتنفيذ المطالب المتظاهرين هاي الموجوده كلها. واول شيء احنا ما ندور مطالب المتظاهرين، أنا اسقاط النظام شلل من السياسيين، شلل من حكومة عبد المهدي، وتغيير الحكومة شلل. احنا ما نرجع، احنا باقين ان شاء الله، باقين ان شاء الله. بالنسبة للاعتصام ضالين مستمرين على هذا الشيء لحد ما تنفيذ المطالب اللي نريدها. سلمية ان شاء الله. طبعا احنا كطلاب انه طلعنا كمسيرة انه نساعد مظاهرين وياهم نوقف، لان احنا مطلبنا كنا مطلب واحد انه نسقط النظام والاحزاب. النظام السياسي احنا نريده يسقط، لا احزاب لا مجلس نواب، كل ما نريده، لان حقنا كله ضاع. يعني ان شاء الله يتغير النظام ونحصل حقنا.
شغل ولا لا؟ السلام عليكم. اي هاي النبض هذا اقصد لك قديم الجوت. السلام عليكم. طب من اي مكان؟ ما حوالي يعني الدافع اللي خلانا نطلع مظاهرات يعني تضامنا ويا الشعب اللي طالعين، واحنا كطلاب يعني من واجبنا انه نوقف وياهم ونساندهم. يعني احنا حتى تعيينات بعد ما نريد تعيينات رفضناها، احنا بس نريد اسقاط العمليات السياسيه، يعني احزاب بس نريد يعني الوطن يخلى من الاحزاب. احنا طلعنا حتى نريد وطن والاحزاب كلها يعني تنتهي ونعيش بامان. ويعني الله شاهد يعني صارنا اسبوعين تقريبا يعني لا نقدر ننام لا نقدر نقعد، وصبح والليل وعصر كله ويا المتظاهرين بس نريد حقوقنا. احنا طلاب من منطقه السيديه، طلعنا كطلاب الساحه التحرير نظاما ويا بقيه الشعب واخوانا مع اخواننا الشهداء. نريد وطن نضامن ويا الشهداء، ارواح الراحد ما خليها تروح بدون فايده، لازم نتكاتف وياهم. ولما اعتصمنا وضربنا الدوام فصلونا، المدير فصلنا واغلب مدارس السيديه طلاب المدير فصلوهم لان ضربوا الدوام. لحقونا عندي فلكة السيدية بالدونكيات وضربوا طلاب واعتقلوا طلاب هواي وفرقونا بالضرب. احنا طلاب طلعنا اليوم بس مو بس اليوم، يعني طلعنا من يوم 25 مستمرين كنا بساحة التحرير، بس من خلال انه شفنا الاعلام يريد يبرد المظاهرات يريد ينهي المظاهرات، هاي الحكومة تريد تنهي المظاهرات، قررنا انه يكون يوم الاحد اللي صادف 17/11 تجمع، اكبر تجمع لطلاب العراق جامعات العراقية، وتفاجئنا بوجود طلاب اعدادية، يعني طلاب الإعدادية اللي داموا قبل أسبوع تفاجأنا بوجودهم واستمروا بالإضراب العام. والحكومة شو وقت تحس إنه تستقيل؟ طلبنا مو تعيين ولا إصلاحات ولا خدمات، مطلبنا واحد، وطن. نريد وطن، نريد هاي الحكومة تستقيل كلها ولا واحد يبقى بيهم، هذول الحيتان. مطلبنا وطن لأن وطننا ما بقى إلى سمعة، ما بقى إلى احترام من كل الدول. الشعب مل، أنا أقول لك يا شعب من، إحنا كطلاب ملينا، ملينا من حكي وملينا من الإعلام الكاذب، مع العلم كل الأساليب اللي قاعد يستخدموها ويانا، بعد ذلك إحنا واقفين بإصرار وعزيمة، مستمرين بالاعتصام والإضراب العام للدوام ساحة التحرير. الوطن
الوطن يستاهل من عندنا كل شيء، نضحي له بكل شيء ولو يعني بشعار يعني هتاف. واني نطالب من المتظاهرين انه يتواجدون يوميا، لان بتواجدهم انه حتى شلون يعني تضغط الحكومه ان شاء الله. هذا اللي نطالب انه من المتظاهرين انه يزداد عددهم، فلين يعني بزيادة عددهم يعني تستمر الثورة إن شاء الله. فإن شاء الله يصير تغيير، نتأمل إنه يصير تغيير، نتأمل إنه يصير يعني عندنا شنو وطن، يعني يصير عندنا أرض نعيش بيها بكرامة، نعيش بيها بعز، نعيش بيها برفاه. بالإضافة إلى الشهداء اللي سقطوا من يوم 25 أكتوبر لحد هسه، ضامن مع مطالب الشعب العراقي اللي هو إسقاط الحكومة بالكامل. اليوم كطالبة أني الدافع اللي خلاني أطلع ساعة التحرير هو دفاعاً عن وطني. إحنا طالعين نريد وطن، إحنا ما طالعين على مطالب خاصة كتعيين أو مهن، لا إحنا نريد وطن، وطن يوينا، وطن يوي أطفالنا بالمستقبل، وطن يحمينا، يعني نحس بيه ما نحس بالغربة. يعني أنت من يجي أحد يسرق بيتك، إحنا هسه هذا الحكام قاعد يسرقون وطننا بيتنا، من حقنا أنه إحنا كجيل ندافع عليه، فهذا حق من حقوقنا. وإحنا طالعين طلاب سلميين، يعني شوف لنا كل ما نحمل بس العلم العراقي نبقى إحنا ما منتهين، بس إن شاء الله عندنا أمل أنه راح تتحقق. لو ما عندنا أمل أنه ما راح تتحقق، ما راح بقينا هذا الأسبوع الرابع الإضراب، يعني هذا الأسبوع الرابع هو الاعتصام ضاربين على الدوام، فعندنا أمل إن شاء الله تتحقق. اليوم طلعنا مثل ما تشوفون ان نشوف يعني عديمه حلول الحكومه. اليوم طلاب شفناها يشوفون مثل ما تشوفون الطلاب جميعها طالعه، المراه الموظفين اغلبيتها، الحكومه اشوفها عاجزه جميعها عن الحلول، بس عليها حلول ترقيعيه اعتقد ضد هذا النظام الفاسد. كنا نطالب تعيينات وفرص عمل، هسه حاليا احنا نريد تغيير العمليه السياسيه باكملها، وان شاء الله يصير اللي نريده ويصير العراق خير. أول شيء يريد وطن، ثاني شيء ذولا كلهم طالعين يطالبون بحقوقنا، فإحنا قليلة بحقنا، لازم نطلع وياهم، لازم نضامن وياهم، لازم أقل شيء نحفزهم، لازم نعطيهم دافع، هاي كلها أمور لازم. زين ثاني شيء الأحزاب ما جات خلينا نعيش، أبسط شيء أنت ببيتك يطب واحد يقول لك ويطلع أنت أصلا ما حد يدير لك بال، هاي ثاني شيء. ثالث شيء يعني من سنة 2003 لحد 2019 16 سنة أنت كل شيء ما مستلم، هاي كلها أمور لازم تطلع عليها. وبعدين هاي الحكومة الفاسدة إلى أين؟ جات تجي بالعراق للعمل الهاوي، هو إيران ما جات خلي العراق بحاله، لازم نطلع نسوي لنا عراق.